خلونا دلوقتي نروح لملف وموضوع يمكن هو صاحب النصيب الأكبر من الاهتمام، مش بس في مصر، وإن كان اهتمامه في مصر اهتمام كبير، لأنه حدود مصر مع دولة السودان الشقيقة، لأن الدولة المصرية بتعمل مجهود كبير جدا في عودة المصريين من السودان. وتم امبارح إجلاء 436 مواطن من السودان عبر الإجلاء البري، وده بالتنسيق مع السلطات السودانية من خلال خطة محكمة وآمنة لضمان سلامة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الأخير الخطير اللي بيحصل دلوقتي تحديدا في دولة السودان. أكيد الدولة المصرية بتتعامل بمستوى قدرة وكفاءة يفوق التصورات للحفاظ على سلامة المصريين وأعضاء بعثتنا في السودان، زي ما حصل قبل كده في دول زي ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، ونجحت فيها الدولة المصرية في إتمام عملية الإجلاء الآمن للجالية هناك. معنا على التليفون الأستاذ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ ناجي. يعني في البدايه بتشوف ازاي قدره الدوله المصريه على التعامل السريع والمحكم مع ملف عوده المصريين من السودان، وكمان تامين عمليه الاجلاء ليهم؟ لا، قلنا مصر اكدت من خلال يعني رعايتها لمواطنيها في الخارج انها دوله كبيره، وانها لديها من يدير هذه الازمه بنجاح. ليست إجلاء المواطنين المصريين في السودان هي المرة الأولى، من قبل كان إجلاء ناجح أيضا من الصين ومن أوكرانيا ومن أفغانستان في أيام جائحة كورونا، وكان هذا وكان أيضا يعني نجاحها كان مضرب الأمثال. صحيح. فالدولة المصرية يعني لديها خلية أزمة تستطيع أن تتعامل مع تلك المشكلة بنجاح، وأيضا بالتنسيق كما ذكرت حضرتك مع الدولة السودانية، السلطات السودانية. مصر لم تنجح بس فقط في إجلاء 436 من مواطنيها عن طريق البر اللي هم وصلوا بالأمس، ولكنها أيضا نجحت من خلال يعني خطة محكمة، من خلال احترافية عالية، من خلال خطة دقة في التنفيذ، إنها تستعيد الأطقم الجوية التي كانت موجودة في السودان أثناء المفهومة التدريبية أثناء الأحداث الأخيرة. صحيح. ونجحت بها برغم أن كان هناك مخاطر عديدة، وكان يعني نجاح الأزمة اللي كان بيشفع عليها الرئيس السيسي ومعاه الكتل المسلحة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وأيضا وزارة الخارجية، كانت نجاح أكثر من رائع. لذلك عملية الإجلاء للمواطنين المصريين اللي هم متواجدين في السودان بأسباب مختلفة كان ايضا استكمال لما تم من قبل من عوده 204 بطل من ابطالنا اللي كانت مهمه تدريبيه في السودان. وهذا النجاح، نعم يا فندم. بحضرتك طبعا. وهذا النجاح الكبير يعني اللي اكدت بيه مصر انها دوله كبيره، وانها الجاره الكبرى للسودان، وان هي يعني تم اجلاء رعاياها بشكل سلمي ومنظم ودقيق، لانها لا تريد ان تصعد المسائل، لان ما يربط مصر والسودان روابط تاريخيه تربطنا مع السودان، روابط اخوه وروابط نسب، بالاضافه طبعا للروابط الحدوديه والتعامل دائما وابدا بين مصر والسودان، دائما حتى وكان يعني الاسم يطلق مصر والسودان على بعض. يعني الدوله المصريه نجحت في استعاده او في اجلاء رعاياها او عدد كبير، وما زال الاجلاء مستمر سواء برا او جوا. احنا عايزين نعرف يعني كيف ترى تعامل العالم كله مع هذا الذي يحدث في السودان؟ ده العالم كله قرر ان هو يجلو رعاياه بالبعثات الدبلوماسيه وبيساعدوا مصر الان، يعني العالم كله بيرجع لمصر حاليا انها تساعدهم في هذا الاجلاء، هذا الاجلاء مواطنيها، وخاصه مثلا وفي يعني المانيا قالت التعاون مع مصر، اليونان اعلنت انها سوف تتعاون مع مصر، وقبرص اعلنت انها سوف تتعاون مع مصر. لذلك يعني اصبح قدرات الدوله المصريه ليست بس خاصه بانها يعني تستعيد اولادها بشكل سلمي وبشكل امن، ولكن الدول الكبرى حتى بتحاول تستعين بالخبرات المصريه وبعلاقات مصر الوطيده بالسودان من اجل ايضا من استعاد رعاياها. لذلك مصر الان يعني محل احترام
وتقدير مصر الآن ودائما الدول والدول الكبرى أيضا، وأيضا لأنها يعني تقامت بكل هذه الأعمال اللي هي مضرب الأمثال، واللي مش عايزة بدون منها تخسر الجانب السوداني، وبدون منها تورث هذا الصراع أيضا الموجود في السودان. يعني صراع في السودان، احنا يهمنا ان هذا الصراع يتوقف، وان السودان يعود امنا، وان علاقات مصر بالسودانيين تستمر كما هي علاقة الشقيق الاكبر بشقيقته الصغرى. لذلك يعني لابد ان يحيي من خلال برنامج تلك الخليه اللي قايمه على اداره هذه الازمه في وزاره الخارجيه المصريه. صحيح. لابد ان يحيي ايضا الدور البطولي لقوات النخبه في المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. نعم. اللي هم اجوا من قبل جنودنا من هناك، لان هذه العمليه السلميه السريعه اللي ساعدنا فيها ابنائنا سواء كانوا من اطقم الجويه او مصريين، جعلت رؤوسنا تطال السماء، جعلنا احنا تباهى ان احنا مصريين، وان عندنا دوله قادره انها تحمي رعاياها، وانها دوله قادره انها تستعيد ابنائها في الوقت اللي بتحدده وبدون اي خسائر. صحيح. يعني ويمكن احنا تابعنا ده يا استاذ ناجي في فكره يعني غرفه اداره الازمه اللي كان بيتابعها يعني لحظه بلحظه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزي ما قلت يعني فيها اكفأ عناصر رجال المخابرات العامه وايضا رجال المخابرات الحربيه، وقدرنا نشوف ازاي تم اخلاء او تم عوده الجنود المصريين اللي كانوا في مهمه يعني عمليه تدريبيه موجوده في السودان قبل اندلاع هذه الأزمة. وبنتكلم كمان على أن مصر من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، وده اللي أكده الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، واللي تابعوا في يعني فكرة عودة اللاجئين لكلا البلدين تحديدا. تابعت ازاي يمكن هذا الاتصال وأهمية اتصال رئيس وزراء بريطانيا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة هذا الشأن؟ لو هذا الاتصال من رئيس وزراء بريطانيا يعني هو تأكيد لدور مصر الإقليمي، تأكيد لمكانة مصر العربية والإفريقية، وأيضا اعتراف بأن الإدارة المصرية للأزمة إدارة ناجحة، وأن مصر غير متورطة في الصراع ده في السودان، وأنها استطاعت أن تستعيد أبنائها بعلاقتها الطيبة مع كل الأطراف الصراع في السودان، وأيضا من خلال تلك الخبرة التي تكونت عبر عمليات سابقة من أنها تستعيد كل أبنائها. الاتصال البريطاني أولا هو عايز يتعرف من خلال يعني خبرة الرئيس السيسي العميقة بما يحدث في السودان إلى تطورات الموقف هناك ونهاية السودان ونهاية هذا الصراع إيه، وعايز يتعرف أيضا لعله أنه يستفيد هو الاتحاد الأوروبي وأيضا يمكن حلف الأطلنطي بالخبره المصريه. نعم. اللي من خلال علاقات مصر بالسودان، وعايز يقول له يعني نهايه هذا الصراع ايه؟ احنا عايزين نجلو بعثتنا الدبلوماسيه من هناك، هل ممكن تساعدونا في هذا زي ما انتم ساعدتوا ابنائكم؟ وساعدوا ابنائكم ازاي؟ هو كان يعني دوله كبرى زي بريطانيا، هي دوله اقليميه كبرى، تحدثنا مصر بصفتها دوله اقليميه عظمى ايضا. نعم. لانها جاي يستفيد منها ومن خبرتها في هذا المجال، وايضا من خبره الرئيس السيسي اللي هي تكونت عبر السنوات السابقه من بالمحيط العربي وما يدور داخله من صراع. مصر اعلنت من قبل يعني عدم تدخل القضيه السودانيه، وده مطلب الدوله السودانيه الان. العلاقات التاريخيه المصريه السودانيه لا يعني مساس بها ابدا، سواء المصريين المقيمين في السودان او استضافه مصر اكثر من 5 ملايين او 4 ملايين او واكثر، عدد يقارب ال 5 ملايين سوداني مقيمين بالفعل على ارض مصر. كل الشكر ليك استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.